يعني هحيي او انتوا قولوا الو وهتسمعوا صوت. قولوا الو. اتفضل يا عبد الرحمن. الو الو يا طاطا. ايه مين؟ اصوات الطيار. الطيار الله ينور عليك. معانا طبعا من المانيا نجمنا ونجم حراسه المرمى عصام الطيار المحترف بالمانيا كاول حارس مرمى مصري يحترف بالدوري الالماني. اهلا بيك يا عصام. كابتن عايز معانا. وسلام بحضرتك. طبعا وحشنا وبنقول لك طبعا بالتوفيق، وكنا نفسنا تبقى معانا في الاستوديو بس انت موجود الغائب الحاضر يعني. الاول اهلا وسهلا بحضرتك، انا اتشرفت ان انا بكلم حضرتك يعني. تشرف لينا عصام. ومبسوط ان انا بكلم الرجاله اللي كانوا عند حسن ظن النادي وحسن ظن الجمهور. الاول قبل اي حاجه يعني الف مبروك بطوله السوبر، وانا طبعا باركت لهم يعني على المستوى الشخصي باركت لهم من فتره يعني، بس ببارك لهم تاني. والف مبروك لطه وحميد، وربنا يكرمهم يعني ان شاء الله ويكرم الفريق وتبقى حاجه ايجابيه ان شاء الله يعني نبني عليها ان شاء الله السنين الجايه. طب قول لي يا عصام، يعني ماتش السوبر الافريقي انت تابعته ولا كان في فرق توقيت؟ يعني شفت المباراه ازاي ولا تابعتها ازاي؟ طبعا كان في، لا هو طبعا دلوقتي مفيش فرق توقيت بين المانيا ومصر يعني. كان في مشكله في موضوع البث ده، بس كنت انا متابع مع اللعيبه اللي كانت بره، فكنت على طول مكلمهم ومتابع معاهم يعني تقريبا الماتش خطوه بخطوه يعني. كان في اوقات بنحاول ان احنا نخطف لنا كام لقطه كده من الماتش، اوقات كان بيحصل واوقات ما كانش بيحصل، بس يعني كنا متابعين اول باول يعني، قاعدين على اعصابنا كانها نتيجه ثانويه عامه يعني. طبعا الناس ما كناش مصدقين ان احنا مش عارفين نتفرج على ماتش اهلي وزمالك يعني بالقوه دي، ويعني حاجه مصيريه يعني. طبعا اكيد. وخليني اتكلم معاك برضو عن تجربتك، انت راجل يعني بتلعب في لايبزيج الالماني وتجربه مع فريق من الفرق الكبيره، وهي مقاطعه اصلا كبيره والرياضه هناك رقم واحد. بس خلينا اتكلم عن تجربتك، تقيم تجربتك بعد عده شهور ازاي يا عصام؟ طبعا هي تجربه مش يعني تجربه الحمد لله مفيده جدا ليا على المستوى الشخصي. طبعا الموضوع مش سهل يعني، ان انت تروح وتتاقلم وبتعرف دوري من اول وجديد، وبتحاول ان انت تتاقلم على عيشه وعلى دوري وعلى لعيبه جديده وعلى كل حاجه جديده يعني كانك كده واحد عنده 7 سنين طلع من كان بيتدرب في مدارس مثلا وطلع فجاه فرقه. هي نفس طبعا مش نفس الكونسبت يعني، بس يعني قصدي ان انت بتعرف كل حاجه جديده. حتى وشوش جديده، كل الكلام ده طبعا في الاول بيخطف التركيز، وخصوصا كمان في طرق المعيشه ان انت بتبدا تسافر وتعيش لوحدك. وطبعا التجربه كلها على بعضها هي تجربه مفيده جدا الحمد لله ليا على مستوى على المستوى الشخصي. كل الكلام ده انا ما اتكلمتش على المستوى المهني، بس على المستوى المهني اللي هي رياضيا، لا هو الحمد لله حاجه مستفيد منها جدا حتى هذه اللحظه يعني، وحاسس بيها يعني الحمد لله. طب انت يمكن اكيد في صعاب قابلتك يعني، يمكن رمضان هناك في المانيا بيكون المغرب متاخر جدا. التجربه دي كانت ازاي؟ خاصه احنا حاولنا تكون معانا في رمضان بس لم نوفق. بس يعني من ضمن الحاجات، يعني لما حضرت رمضان في اوروبا كنت بقعد الساعه 9 المغرب. يمكن الكلام ده كان بيحصل معاك في المانيا ولا لا يا عصام؟ دي حقيقه. طبعا احنا طبعا كان حظي كويس جدا ان احنا كان عندنا اسبوع دولي في رمضان، قعدنا فيه حوالي مثلا اسبوع وكان الدوري فيه توقف وكده، فقعدت حوالي 11 او 12 يوم من رمضان في مصر. بس طبعا وكان حظي كويس برضو ان ما كانش فيه ماتشات كتير في رمضان، كان فيه 3 ماتشات تقريبا. طبعا الموضوع كان صعب جدا في رمضان عشان احنا هنا كنا بنصوم الساعه مثلا 4 ونفطر الساعه 9، وصلنا اخر يوم رمضان احنا بنفطر الساعه 9، فالوضع ما كانش اسهل حاجه. خصوصا كمان ان التمارين هم اكيد بيقدروا جدا انت صايم، بيقدر جدا انت صايم. بس التقدير اللي هو بيقدر ديانتك، بيقدر صيامك، بيقدر كل حاجه، بس التقدير اللي هو انا هعمل لك اللي انت عايزه عشان اسهل لك الموضوع، بس مجرد ان انت نزلت تدريب او نزلت ماتش فانا خلاص بقى انت محترف. تدريب او نزلت ماتش محترف بالظبط، انت راجل ده محترف، انت راجل ده اكل عيشك. في نفس الوقت انت خلاص نزلت التدريب هطلب منك ال 100% بتاعتك، مش هاخد بالي بقى انت صايم او مش صايم، لا بالعكس هو يسخر لك كل حاجه، يجيب لك اكل كويس، يسحرك وكذلك. حتى انا لما كان بيبقى عندي معسكر او ماتش كان المدرب نفسه هو اللي بيصحيني يعني يخليني
هي وحين يفكرني بالصعود يعني. حاجه جميله طبعا جدا. كل الكلام ده حاجات ايجابيه، حاجات ايجابيه جدا طبعا، بس الموضوع كان صعب رياضيا، كان صعب جدا. صحيح، بس انت قدها وقدود عصام ان شاء الله، ونتمنى نشوفك قريب، وان شاء الله نتابع بكره قرعه كاس الامم الافريقيه اللي اكيد تهمك مع منتخب مصر. كابتن عصام الطيار حارس مرمانا المحترف بلايبزيج الالماني من المانيا، بشكرك شكرا جزيلا.